شركات تحلية المياه الهيئة ما كتعطيش رأيها بهذا، كتعطي رأي المسائل القانونية على واش هناك تجاوزات ولا ما كاينش تجاوزات، واش هناك يعني فوائد غير مشروعة. اليوم القانون ما كيأطرش تنازع المصالح، وبالتالي ما يمكنش نحاسبه انطلاقا مما نقترح، حنا كندخلوا انطلاقا ما هو موجود في القوانين في حيز التنفيذ، يعني القوانين جاري بها العمل. إذا ما نقترح شيء واللي كندافعوا، كاين مسودة اللي جاتنا من عند الحكومة في مجال تنازع المصالح، وبدينا فيها الرأي ديالنا، وكاين واحد التجاوب إلى واحد إلى زعما مهم، تجاوب مهم مع التوصيات ديال الهيئة، ولكن ماشي متكاملة. عطينا الرأي ديالنا باش نمشيو أبعد في الأخذ بالتوصيات ديال الهيئة. مهمة المأمورين كيشتغلوا، كيف تكلمت ان كتوصلوا بشكايات وتبليغات، ولكن مازال ما كاينش واش وصلنا لا فيتاس دو كروزيير، لا واش كان واش عندنا اليوم القدره باش نعالجوا هذه الملفات. كنظن الى واحد المستوى متقدم كاين هذا